وقعت مؤسسة المبرة الخليفية مع تمكين مذكرة تفاهم لدعم ورش العمل ودورات برنامج رايات للمنح الدراسية الهادف إلى تطوير مهارات الشباب البحريني وتهيئتهم للانخراط في سوق العمل وتطوير الكوادر البحرينية الشابة وسد الفجوة ما بين خريجي الجامعات واحتياجات سوق العمل ليكون الشاب البحريني الخيار الأفضل للتوظيف من قبل أصحاب العمل في مختلف القطاعات. وأشادت سمو الشيخة زين بنت خالد الخليفة رئيس مجلس أمناء المبرة الخليفية بالجهود المهمة التي تبذلها تمكين في دعم الشباب البحريني كونهم الجيل القادم، شاكرة تمكين على الدعم الذي ستقدمه والذي سيثري الأنشطة التي يقدمها برنامج رايات للطلبة ويصب في سبيل تحقيق غاياته. بدوره أكد الرئيس التنفيذي لتمكين الدكتور إبراهيم محمد جناحي أهمية دعم المؤسسات التي تؤدي خدمات جليلة لفئة الشباب في المجتمع البحريني وخصوصا فئة الطلبة والخريجين الذين يجب تزويدهم بالأدوات والمهارات الأساسية التي تساعدهم على تحقيق النجاح في مراحل حياتهم الأكاديمية والمهنية والإسهام في تحريك عجلة التنمية الاقتصادية في البحرين. وحول هذا الموضوع معنا على الهاتف الأستاذة صبا سيادي المدير التنفيذي لمؤسسة المبرة الخليفية. ما هي البرامج التي ستقدمها المبرة الخليفية من خلال مذكرة التفاهم؟ طبعا أود أن أشكركم على الاستضافة وأحب أن أشكر تمكين وخصوصا دكتور إبراهيم جناحي على الدور اللي يقومون فيه من دعم الأفراد والمؤسسات في مملكة البحرين. أما بالنسبة لمذكرة التفاهم فهي من أجل الدعم المالي للدورات وورش العمل المقدمة من ضمن برنامج رايات المنح الدراسية. هذه الدورات والورش وورش العمل تركز على تزويد الشباب بالمهارات المطلوبة للنجاح والتميز في المرحلة الجامعية وكذلك إعدادهم لسوق العمل. مثل من هذه الدورات مثلا نبتدي من كتابة السيرة الذاتية وفن إدارة الآخرين والعمل الجماعي والخرائط الذهنية وفن التقديم. كل هذه الكورسات وورش العمل تؤدي إلى تهيئة الشباب لسوق العمل. نعم، هل قدمت المبرة الخليفية منحا دراسية معينة للشباب للانخراط في سوق العمل؟ طبعا برنامج رايات المنح الدراسية كان أول برنامج أطلقته مؤسسة المبرة الخليفية في عام 2011 والذي يهدف إلى تقديم برنامج شامل وكامل للطلبة والطالبات في المرحلة الجامعية، ومن ضمن هذه الميزات هو إعدادهم وتهيئتهم لسوق العمل من خلال التجريب العملي والتجريب في فترة الصيف وكذلك دورات ورش العمل. إلى اليوم قدم البرنامج 200 منحة دراسية. نعم، الأستاذة صبا سيادي المدير التنفيذي لمؤسسة المبرة الخليفية، شكرا جزيلا لك.